عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. التحية مستمرة مشاهدينا متابعينا الكرام مع انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة من عاصمة الميادين. نرحب بكل الحاضرين من قلب الحدث هناك أيضا والمشاهدين مع انطلاقة شوطنا السابع المخصص للجعدان في المحليات الأصايل هنا على الصدارة في هذا الانطلاق وفي هذا المسار الجميل. مباشرة أسير إلى مقدمة هذا الشوط إلى صدارة هذا الشوط. هذا هو شاهين محمد بن سعيد بن حارب العميمي يقدم لنا شاهين على هذا المستوى الجميل والمميز والمطلوب. بينما المركز الثاني القدوم من هملول محمد بن مبارك بن محمد الشامسي اللي احتل المركز الثاني النقلة إلى المركز الثالث وصول وتقدم من ربدان طويرش بن عبد الله بن حلوس العفاري. بينما المركز الرابع القادم العابر عمير بن علي بن عمير الاجتبي خذ المركز الخامس في هذه اللحظات او رابع المراكز. بينما هنا القادم المنطلق المختبر في يوم الاختبار فالح بن ياسر بن فالح الشامسي هناك الواصل على المركز السادس القادم في هذه اللحظات من غازي سعيد بن محمد بن خالص العامري. بينما المركز الثامن ثامن التحديات والإثارة القدوم الوصول الحضور في هذه اللحظات هذا هو اللي واصل هذا هو الموج الصغير بن محمد بن سيف المنصوري هذا الاسم الكبير في عالم سباقات الهجن. بينما هنا الوصول والتقدم من همام سهيل بن أحمد بن محمد بالحطم العامري وختام النداء هناك ايضا للعشر المراكز الاولى المتقدم الشميمي مبارك من جمعة بن مغيلة الاخيلي اهالي رماح. هكذا النتيجة هنا في هذا المسار الجميل والانطلاق المميز هنا. يا هي اسماء يا هي شعارات من خلف العشر المراكز الاولى المتقدمة في هذا الانطلاق شعارات لها ايضا صولات وجولات في عالم سباقات الهجن في هذا التحدي المثير. ناموس الوثبة غير ناموس الوثبة غير هنا في هذه الانطلاقات الجميلة. الله يا سلام اعود الى مقدمة هذا الشوط لنا عودة الى الصدارة الى المركز الاول هنا في هذا الانطلاق ما بين هملول ما بين شاهين تعود ملكيته محمد بن سعيد بن حارب العميمي وهناك هملول محمد بن مبارك بن محمد الشامسي هنا على مقدمة هذا الشوط ما بين الاثنين. بينما المركز الثالث هذا هو العابر وصلكم العابر عبر العابر من المراكز الخلفية باحث عن الناموس عمير بن علي بن عمير هنا المبر فالح بن ياسر بن فالح الشامسي الذي يتقدم على المركز الرابع في هذا الانطلاق في هذا المسار. بينما هنا الأسماء تقدمت والشعارات حاضرة في هذا الانطلاق الجميل. هنا غازي سعيد بن محمد بن خالص العامري يا سلام يا سلام يا سلام هناك الوصول والتقدم مشاهدينا متابعينا الكرام من همام سهيل بن احمد بن محمد بالحطم العامري يقدم لكم همام في هذا الشوط. بينما هنا القادم الواصل هنا الموج الصغير بن محمد بن سيف المنصوري وهناك الشميمي مبارك بن جمعة بن مغير الخيلي يتقدم في هذا الانطلاق الجميل والمميز هنا في هذا المسار المميز. الله 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 على هذا الرقص الجميل الله على هذا التحدي المثير والانطلاقات المميزة هنا. هذا هو مصوب راشد بن محمد بن ناصر المنصوري ولكن المجازف
شوف يتقدم غادم هنا مع انطلاقة العابر محمد بن عتيج بن زيتون المهيري باحث عن ناموس مسعيد. هكذا النتيجة، هكذا النداء الثاني هنا. الله قذعنا على مسامعكم، ولكن نعود إلى المقدمة، نعود إلى صدارة هذا الشوط مع المركز الأول. هملول 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 على المقدمة الأولى، سلالة محلية، سلالة محلية 100% على مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني القادم العابر، العابر هنا يبغي له مراقبة هنا 1200. العابر عمير بن علي بن عمير الكتبي اللي احتل المركز الثاني ثالثا. القادم هنا المختبر فالح بن ياسر بن فالح الشامسي اللي خذ المركز الثالث في هذا الانطلاق في هذا المسار. ولكن شوفوا من القادم من الواصل، همام همام سهيل بن احمد بن محمد الحطم العامري هناك ايضا. ركز يا بن سنوت، ركز يا سعد، ركز، يبغي للشوط تركيز متابعه. ولكن اعود الى العابر، اعود الى العابر هنا، راح العابر، راح راح عمير بن علي بن عمير الكتبي الى مقدمه هذا الشوط عصاف الابطان. ولكن همام 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 قادم، همام قادم، وهناك المختبر على المركز الثاني. حركوهن يا راعي العابر، حركوهن الجعدان، حركوهن الجعدان في هذا الانطلاق. ولكن العابر، العابر ما زال الى المقدمة، بدأت الاوامر الخفيفة الى العابر. وراح هناك ايضا المختبر، المختبر هذا هو الاختر، هذه سلالة المختبر، سلالة المختبر لا يصح الا الصحيح، هذه سلالة المختبر تنجح في يوم الاختبار، تأتي بها هذا الاختبار المميز هنا. سلام يا المختبر، سلام، هذا هو المختبر. مشكور يا ابو ياسر فالح بن ياسر بن فالح الشامسي هنا على المقدمة على الصدارة الأولى. هناك ايضا على البداية الاولى، وسلام الى العين، وسلام الى المختبر، سلام. المركز الثاني عابر عمير بن علي بن عمير الكتبي. المركز الثالث هناك الوصول والتقدم من الموج صغير بن محمد بن سيف المنصوري. والمركز الرابع كان من نصيب همام سهيل بن احمد بن محمد بن الحطم العامري. والمركز الخامس وصل وتقدم هناك ايضا شعار سهيل بن محمد الذيب العامري. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام عود الى التوقيت الزمني، توقيت المختبر فالح بن ياسر بن فالح الشامسي من يتقدم هناك ايضا بسبع دقائق 32 ثانية وستة اجزاء من الثانية. سلام الى العين، سلام المركز الثاني كان من نصيب هناك ايضا، والتوقيت الزمني سبع دقائق 33 ثانية، تسع اجزاء من الثانية كان من نصيب العامر العابر. هناك ايضا عمير بن علي بن عمير الكتبي قدم عرض جميل ومميز، بينما المركز الثالث سبع دقائق 36 ثانيه سبع اجزاء من الثانيه كان من نصيب مشاهدينا متابعينا الكرام. هناك الموج الصغير بن محمد بن سيف المنصوري. تهانينا والناموس لكافه الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم.